مرحبا من جديد. إذا بتتذكروا المرة اللي فاتت حكينا لكم على موضوع التاكسي والبوكسز الموجودة بالشوارع. اليوم لفت انتباهي شغلة جديدة برضو كمان شفتها في أنطاليا، اللي هي عبارة عن الرحلات السياحية، حاطين خارطة للرحلات السياحية وأماكنها وقديش بتبعد عن السنتر اللي أنت موجود الآن منه. يعني بدي أطلع من منطقة إلى منطقة ولا 75 كيلومتر بتستهلك 3 ساعات، مجرد ما أنت عرفت وين بدك تروح تكبس كبسي على الزر هذا، ماشي، بيجي التاكسي لعندك طبعاً، وفي له تسعيرة، والخارطة واضحة، فلذلك إنه one way price، كل أسعار إلها صالحة للذهاب، وفي عندك يعطيك صلاحية للذهاب والعودة ضمن أسعار محددة من الدولة، وهيك ما فيش استغلال للسائح. ونتمنى برضو يكون هاي الشغلات موجودة في بلادنا، وشكراً ويعطيكم العافية.